طيب كريم، برضو اخد رايك في صفقه محمد الضوي كريستو. طبعا صفقة كريستو حلاوتها بصراحة ان احنا بنجيب هداف الدوري التونسي، يعني دي ده شيء مميز، وبنجيب لاعب صغير. يعني محمد ضوي لازم الناس تعرف برضه ان هو، يعني الناس بتقول ان هو لعيب صغير، وممكن احنا جايبين برضه لازم نبقى احنا واضحين، جايبين هداف الدوري التونسي برصيد 5 اهداف، واحد من افضل المواهب في الدوري التونسي اللي هو مش بعيد عننا برضه يا كابتن اسلام. الدوري التونسي يعني الكرة فيه شبيهة بالكرة في الدوري المصري، كمان بنتكلم على لاعب كان منضم في القائمة المبدئية للمنتخب التونسي للمونديال وتم استبعاده في القائمه النهائيه، طبعا صغر السن، ربما ان طبعا هناك برضو المنافسه شديده بين اللعيبه التوانسه، لكن اكيد لاعب موهوب، لاعب تجيبه صغير في السن، لاعب عنده بوتنشال جدا 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 ان هو يبدا يتطور. يعني النهارده مهم جدا في يعني في الرياضه فكره الطاقه الانفجاريه، ان هو في السن ده لما بيلعب كتير ويلعب كمان مع فريق كبير ومنافسات يبدا اللاعب ده يتطور معاك بشكل سريع. فمهم جدا جدا ان احنا جبنا لاعب صغير في السن هداف دوري تونسي. والرقم المميز جدا جدا عند محمد كريستو ان في كل مباراه بيحاول، عمل 3 مراوغات، من الـ8 دول نسبته مع النجم الساحلي خلال موسم ونص 50%، يعني بينجح في 4، وده رقم كبير جدا. مش بس الناس تفهم بس الحته دي كويس، فكره ان لاعب هجومي يعمل 4 مراوغات في 90 دقيقه ده رقم كبير، وده يوضح كمان الحته اللي كان دايما كولر بيتكلم عليها انه محتاج جناح يعني يبقى يرقص كويس، وفي مواقف واحد على واحد، مواقف واحد على واحد على وجه التحديد، مواقف واحد على واحد ده بيتحط في الفرق الكبيره دايما بتسعى ان هي تحط الاجنحه بتاعتها في الحته دي. طبعا كريستو بيلعب على الجناح الايمن بشكل كبير بنسبه 70%، ولكن برضو لازم الناس تعرف ان هو بيلعب جناح ايسر، لعب في مباريات عديده مع النجم الساحلي، حتى اخر 3 مباريات مع النجم الساحلي قبل ما يجي النادي الاهلي لعب في الجناح الايسر، هو بيلعب بنسبه 30%، وبالتالي احنا بنجيب لاعب جوكر بيلعب على اليمين وبيلعب على الشمال، وبالتالي بيدي المساحه وبيدي الحريه للمدير الفني انه يقدر يعمل الشيفتنج ده، ويعني التداول ما بين اللاعب على اليمين وعلى اليسار خلال المباراه الواحده. وبالتالي هنا ده يبين لنا ان اتعمل سكاوت جيد واتعمل سكاوت ممتاز على كريستو قبل ما يتم ضمه. واللي عاجبني بصراحه وهرد على كلمه ربما ناس كتير بتقولها ان لسه ما جابش الاسم الكبير، هو اصلا فكره انك تجيب اسم كبير في الوقت الحالي ما ينفعش، ان مثلا الدوري المصري ما بقاش فيه كلاس ايه، ما بقاش فيه كلاس ايه خالص الامانه، صعب جدا ان انت النهارده تقول في اسم في الدوري المصري كلاس ايه، لعيبه مجتهده لعيبه جيده لكن مفيش كلاس ايه زي الجيل بتاع الكابتن اسلام والكابتن ابو تريكه والكابتن متعب، خلاص مفيش الكلام ده دلوقتي. بالنسبه كمان ان احنا عندنا نواقص، فالنواقص انا محتاج اسدها. ليه؟ ان انا عندي موسم كامل، انا عندي النهارده 5 بطولات بنافس فيها، فمحتاج ان انا ما يكونش عندي اي عجز في اي مركز. النهارده صفقه كريستو مهمه جدا جدا كجناح هجومي، النهارده صفقه خالد عبد الفتاح ضروريه بشكل لا غنى عنه في الباك اليمين، وليه لا كمان النادي الاهلي خلال قبل 30 يناير ربما يفاجئنا بصفقات اخرى في هذا المركز، وان شاء الله نسمع اخبار جيده في مركز خط الوسط اللي احنا بنتكلم عليه. عمرو السوليه محتاج معاه لعيب يشيل معاه الضغط، يعني ضغط مباريات كتير جدا في الفتره الجايه. فاحنا مهم عندنا مش ان احنا نختار نقول ايه احنا جبنا نجم وخلاص، لا مش ده مهم في وجهه نظري، المهم ان انت تجيب صفقات تسد بيها الثغرات اللي عندك وتفيد الفريق على المدى الطويل، خصوصا ان احنا يا جماعه بدايه في وجهه نظري من يوم 12/2 بعد نهايه مونديال الانديه اللي اتمنى ان شاء الله هو ده اللي انا ببص له. صحيح يا خبر ابيض على الضغط، انت بتتكلم على ضغط مباريات فوق الوصف، فوق الوصف، ده افريقيا، كاس قديم، كاس جديد، والدوري الممتاز الحالي. فيديوغراف وكريم.